السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناه تربيه وتسمين الاغنام من الالف الى الياء. لازال كلامنا مستمر في سلسله مشروع تسمين الاغنام. النهارده ان شاء الله الحلقه ال11 النهارده باذن الله اليوم العاشر لوصول الغنم الحلقه رقم 17. النهارده ان شاء الله حلقتنا هتكون رد على سؤالين تقريبا او ثلاث اسئله كانوا بيتكرروا كتير من خلال الاجابه على اسئله في التعليقات على الفيديو في اليوتيوب. حبيت نعملها فيديو عشان تبقى اللي هيسال يتفرج على الفيديو مش محتاج انه يسال السؤال ده تاني. السؤال كان بتكرر كذا مره، ليه انت دخلت انتيات وما دخلتش ذكور؟ هل النتاء معدل تحويلها احلى؟ هل النتاء في تربيتها افضل؟ هل النتاء في بيعها احسن؟ اسئله اتكررت كتير وهنجاوبك عليها بالتفصيل في الفيديو ده. السؤال طبعا، هل النتاية معدل تحويلها احسن من الذكر؟ الكلام ده مفيش منه. النتاية زي الذكر في الاعمار الصغيرة قبل سن البلوغ. النتاية زي معدل تحويلها زي معدل تحويل الذكر. اذا كان فيه اختلاف الذكر بيفوت حاجات بسيطة، يعني في خلال 3 4 شهور بتلاقي فرق 3 4 كيلو، مش الفرق الجامد اللي هو يعني 3 4 شهور، يعني بتفرق 3 4 كيلو، يعني فرق كيلو زياده في الشهر مش هيفرق ايامه، ولو كان معدل تحويل الذكر يعني اعلى شويه، بس احنا نقوله يعتبر نفس معدل التحويل في الاحجام الصغيره قبل سن النتايه، بتبلغ على 9 شهور 10 شهور. طبعا في حاجات بتبلغ على 8 شهور بس على حسب، يعني نقوله من 8 ل 10 شهور. المهم قبل كده سن تسمين الحليه، معدل تحويل الحليه اللي هي النتايه زي معدل تحويل الذكر. طيب سوق النتاية أحسن من سوق الذكر؟ لا طبعا، سوق الذكر أحسن مليون مرة. رعاية الذكر أحسن من رعاية النتاية؟ ما بتفرقش في الرعاية، في الاتنين واحد، مش هتفرق. ناحية الأمراض، من ناحية قابلتها يعني للتسمين أسرع، لا قلنا الذكر هو الأفضل، الذكر رقم واحد. طب أنا دخلت النتايات ليه؟ دخلت انتيات ليه؟ ده طبعا راجع للسوق عندك وراجع لظروف السوق، للسوق وظروف الوقت اللي انت عايشه او ظروف السوق في الوقت ده. ازاي؟ انا دلوقتي احنا بعد عيد الاضحى نزلت السوق، انا تاجر بالدرجه الاولى بجيب وببيع، نزلت السوق عشان نجيب خرفان انيه، بشتغل في الخروف الذكر اللي هو الانيه اللي هو 20 ل 25 كيلو، من 20 ل 25 كيلو بنجيبه بنتاجر. نزلت السوق الاسعار غاليه جدا، الخروف الذكر سعره غالي جدا، الخروف البرقي، طب انا بتكلم على السلاله البرقي اللي هي في اسكندريه وفي مطروح زي اللي قدامك. الخروف ال 20 كيلو الذكر في حدود من 1400 جنيه ل 1500، من 1500 اسف، الخروف ال 20 كيلو النظيف، طبعا لان في درجات، انا بتكلم على الخروف النظيف. الخروف النظيف البرقي ال 20 كيلو من 1500 جنيه ل 1600 جنيه. من 1500 ل 1600 جنيه الخروف الابيض النظيف اللي هو الخروف البرقي النظيف. في درجات اقل، في درجات اعلى، ما بنتكلمش، انا بتكلم على انضف حاجه. طيب لما انا اروح نجيب الخروف 20 كيلو ب 1500 1600، يعني الكيلو بتاعه من 75 ل 80 جنيه، هتبيع بكام؟ بتحط 70 جنيه 80 جنيه على الخروف، الخروف ممكن بيصرف منك 20 30 جنيه مواصلات ومصاريف على ما يوصل، وبتحط عليه 60 70 جنيه، هيزيد 100 جنيه، هيبقى الخروف ب 1700 جنيه، مين هيشتري منك؟ مش هيشتري لمزارع تسمين، لان مزارع التسمين بتبص فرق ال 100 جنيه بتفرق معاها، الخروف المزرعه اللي بتدخل 100 خروف لو في فرق 100 جنيه 100 في 100 ب 10000 جنيه، الفرق مش شويه. التاجر مش هتيجي معاه طبعا، كده مش هتلاقي زبون يشتري منك. اصبح ان الاسعار ما تاكلش عيش بالمصري. طب هتعمل ايه؟ هتروح فاضي؟ لا ما تروحش فاضي. انا بالنسبه لي هنا في اسكندريه الغنم بتشتغل النتايات، يعني في مجازر، في جزارين، وفي مطاعم مشاوي بتستخدم بتشتغل على النتايه، ما تنفعش تذبح الذكر، الذكر هيجي سعره غالي جدا في الحجم ده، طول السنه ما بتذبحش غير نتايات، جزاره ومشاوي ما بيذبحوش غير نتايات. فانا عندي مطلوبه النتايه طول السنه، بس هل فيها مكسب اكتر من الذكر؟ لا طبعا، الذكر هو الافضل، ارجع اقول الذكر افضل في كل حاجه، بس دي احسن من قله الشغل، احسن مكسبها في العدد، يعني عاوز تدخل 50 واحده 60 واحده 70 واحده 100 واحده بحيث انك تطلعهم، هيطلع لك مكسب فلوس معقوله، ولكن كنسبه نسبه الارباح مش كويسه، بس نقوله افضل من الواعد. يعني دول حاليا انا عارضهم ده هضربهم مثال، دول حاليا معروضين للبيع، انا عرضتهم النهارده على الفيس،
احنا وزناهم امبارح وزنهم مضرب 30 كيلو. طبعا في ناس انا كنت اتكلمت في الفيديو اللي قبل الميزان قلت هنوريكم ازاي هنعرف ازاي غنمك جت رخيصة ولا لا، هنعملها فيديو مخصوص، والفيديو ده هيكون مخصوص لأهل مصر بس، لان في مصر بس هم اللي بيشتروا بالكيلو، مفيش بلدان عربية تانية بتبيع بالكيلو، مصر بس هي اللي بتبيع بالكيلو. فالفيديو ده هنعمل فيديو مخصوص ازاي تعرف الغنم اللي انت اشتريتها سعرها مظبوط ولا غالية، هنعمل حلقة مخصوص ليها. المهم قلنا الغنم دي مثلا كده انا جبتها، عارفين اسعارها طبعا 1550، صرفت حاليا ما يعادل بمصروفاتها بالكامل كلها، انا كتبها في حلقة المصروفات طبعا مدرس موجود كميات كبيرة، بس انا بتكلم على الكمية اللي اتسحبت بس، والعلف خلاص فاضل يومين ولا حاجة ويخلص، يعني صرفت عليها ما يعادل 37500 جنيه، ال23 راس دول 37500 جنيه معروضين ب 39500، بحيث خلال النهارده بكره جه مشتري بيخلص ب 39000 مبروك، يبقى فيهم قد ايه؟ فيهم 1500 جنيه بس، 1500 جنيه مقابل ان انت بشغل 37000 جنيه، يعتبر شويه في خلال طبعا 10 ايام شغل. ما جبتش، لو جبت سلم واستلم من العربيه مباشره للزبون، لا هنا 1500 بركه 100% ممتاز، ولكن 10 ايام شغل، جرعت اديت ايفوماك، زبطت الغنم، عودت الغنم على العلف، مفيش غنم مالكم اعلف براحتك، اللي ياخد غنم جاهزه ارمي علف مباشره، ما تخافش من اللكمه، احنا وصلنا لاقصى كميه علف الحمد لله، الغنم بتاكل علف وتبقي من غير مفيش اي لكمه الحمد لله. فال1500 قلنا شويه ما تستاهلش همها، ولكن بنرجع ونقول احسن من الاعاد. دي رد بالتفصيل الممل الإجابة، الناس بتقول ليه انت مدخل نتيجة مش مدخل ذكر، انا بنقول لك دخل ذكر ثم الذكر ثم الذكر، بس من الناحية التجارية لازم تقارن وتشوف، ما تدخلش الذكر وتفرح بالذكر وفي الاخر تيجي تبيع ما تلمش حقه تطلع خسران، يبقى ايه فايدة الذكر؟ لا قلته احسن، يا تقعد من غير شغل احسن، تهدى لغاية ما شهر شهرين ويتظبط يتظبط السوق وتشتغل، تظبط السوق وتشتغل بالذكر لما سعر السوق ينزل شويه، سعر الذكر ينزل شويه. طبعا انا دول دخلتهم وماسك الحبل من النص، يعني عرضتهم للبيع النهارده، هو ناس كتيره دخلت تقول لي انت مش هتكمل السلسله، لا احنا مكملين لغايه ما يتباعوا. اتباعوا خير وبركه، هندخل غيرهم ذكور ان شاء الله يكون السوق ظبط، وهنتابع مع بعض السلسله برضك، هنكملها برضك والله. ما تباعوش، قاعدين مع بعض نكملوا خلال ال60 يوم، هنبيعهم باذن الله، وان شاء الله اقل من 60 يوم باذن الله يا رب، ان شاء الله يعني في حدود ال 45 يوم ان شاء الله هيطلعوا لحم ان شاء الله باذن الله، اي مجازر او اي محل مشاوي، او طبعا بسلم لتجار ما بسلمش للمطعم نفسه، يعني لان المطعم لازم يكون في واحد بيتعامل معاه على طول، فلا انا مش لسه هندور على ناس عشان ننزله نقله واحده وخلاص، لا بتسلم تاجر، التاجر بياخد فيها جنيه ولا حاجه وبيسلمها جنيه في الكيلو يعني. المهم فده خلاصة الإجابة، إن شاء الله تكون وصلت عشان ما تتكررش الأسئلة كتير، انت ليه مدخل نتاية؟ انت دخل ذكر 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 ذكر، ما تدخلش النتاية، الذكر أفضل، هتيجي بوجه عام، مش هنقول بوجه خاص، بوجه خاص في حدود، يعني هنقول بوجه عام الذكر معدل تحويله أعلى من النتاية، ولكن في فترات معينة ان الاثنين زي بعض، في الأحجام الصغيرة الاثنين يعتبروا زي بعض، ما فيش فرق، النتاية بتكبر زي الذكر، بس بالوجه العام كده طول السنة على طول، لا الذكر معدل تحويله أحسن من النتاية، الذكر سوقه أحسن من النتاية، في مناطق كتيرة ما بتشتغلش بمشاوي، ما فيهاش مطاعم، ما فيهاش مجازر رضاني، فبالتالي النتاية ملهاش أي لازمة، وسعرها ببلاش، سعرها فبقى أنت اللي تجيبها، ما تجيبهاش. ده كده السؤال، خلصت السؤال ده إن شاء الله، اللي هو ليه دخلت نتاية ما دخلتش ذكر، وإن شاء الله تكون الإجابة كافية وافية. طبعا وبالمرة في تكملة للسلسلة بتاعتنا دي، دول طبعا شوية خضرة انا كده جايبهم جنبية في مزارع جوافة، اوريك الصورة، انت بعرف حتى شكل المزرعة من برة، برة هنا في مزارع جوافة انت شايفها ايه، بيبقى فيها تحتيها نجيلة ياما، بنروح نحشيلهم شوية كده في العصرية يعني من باب السلطة. طبعا الدريس يكفي يعني مش محتاجة، الناس طبعا اللي بتقول الخضرة ما تنفعش مع العلف، لا لا بالعكس، اعلف خضرة ما شاء الله، ده كان شوال مليان ما شاء الله خلصوه بالكامل، اللي تحت ده كله دريس، اللي قاعد ده الدريس، خلصوا الشوال بالكامل، قاعد مش قاعد منه حاجة يعتبر،
شوية ليلي من باب فتح الشهية بس مش أكتر. ما فيش منه مش لازم طبعا. عدلنا تعديل بسيط برضك بالمرة، شوف الطوالة، شوف هي حركات بسيطة بتعمل شغله في المزرعة. أنا بفضل الطوايل اللي بتاعت العلف على الحيطة، ليه؟ ما بتاخدش مساحة من ملعب المكان من المحيط. لما تحط حاجة في النص كده شوف بتضيق المكان، ضيقت المكان بالكامل، بتضيق الحركة كمان. أما لما تبقى على الجناب بتبقى ميزتها بتاخدش مساحة من المكان. طب إيه مشكلتها؟ يبقى الأكل من جهة واحدة، فبالتالي بتاخد نص العدد على المعلف من الناحيتين. يعني لو المعلف بيشيل من ناحيتين 20 راس، هيشيل من ناحية واحدة 10 رسام بس. فإحنا نقلنا الواحد الطوالة اللي هنا وجبناها هنا أهي. شوف معايا الفرق دلوقتي عملت إيه. طوالة واحدة دي بتشيلهم. هنحط العلف وأنا مجهز العلف. دول 9 كيلو وفيه 2 كيلو كمان. شوف تعديل بسيط، نقل بس حركة واحدة. فرق طبعا في الطوالة التانية هنحط فيها ايه بس تيجي الغنم. بس انا بوريك الغنم يعني ايه هتشيله. دي بتشيل الغنم بالكامل 23 راس. شوف الناحية من قدام. طبعا انا لسه معاد العلف، انا بس حاططها عشان اجرب لك اوري لك. بص الغنم، الغنم كده بس انا عاوزها تكمل ترصيصها بالكامل. في مساحة واسعة هنا، في مساحة واسعة قدامها، في مساحة من هنا، في مساحة من قدام، في من قدام هنا هيترصصها. بس في الثلاثة دول خايفين، هم متعودين على الناحية التانية، فما فيش أي مشكلة. تعديل بسيط، تعديلات بسيطة بتعمل شغل في المزرعة. بس أنا ما بحبش طبعا لما تبقى محطوطة في النص كده، زي ما أنت شايف خدت مساحة الغرفة بالكامل، المكان بالكامل. كده أهي الغنم كلها تعتبر هنا، ما فيش أي حاجة واقفة. الغنم تعتبر كلها دخلت في طوالة واحدة بس فقط لا غير. في النهاية طبعا ما تنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.